اذا بنطلع على البيلدينج بلوك هذاك اللي راح نوصله راح نعمل زوم نطلع عليه بتفصيل اكثر. راح افترض انه عندي الان انا تو انبوتس بس وراح اخذ بس اوتبوت واحد فيش لغيت الهيدن لاير بس اخذت شيء بسيط جدا وهون راح احط ستيب فانكشن. ستيب فانكشن يعني راح اسميها انا ستيب هلا راح اشرح شو قصدي بالستيب فانكشن او ستيب اوبريتور. وستيب اوبريتور راح احط معاه ثريشولد هون عندي summation فيش حاجة أخذ second subscript لأنه فيش غير واحد. أوكي ماشي ما في حاجة أقول W11 و W21 هو فيش W12. أوكي فلغيت السبسكريبت الثاني فمش عندي غير two ways هذا أبسط نوع. وراح أفترض أنه عندي X1 الآن وX2 وعندي هون واو. اوكي بسيط جدا هلا هذا ما بيحلل لي مشاكل كثيره بس خلينا نفهمه لاذا فهمناه بنقدر نفهم اللي اعقد منه. هلا هذا كمان بايولوجيكلي انسبايرد وجدوا لما اطلعوا على النيورونز او اعتقدوا انه في عندي راح يكون السينابس هذا اللي هو اصلا هناك سينابس هون صار اسمه نيورون هذا في له ويت فهذا كانه زي بوتنشيوميتر او امبليفاير بفاريبل جين اخذته الامبليفاير بفاريبل جين اه كانه عندي اوب امب يعني لو بدك تربطه في الاوب امبس لانه هاي المقاومه عليها مش هذا بعطيني فاريبل جين انسى الماينس في ماينس بس انسى الماينس هلا للحظه ها هذا ايش الجين تبعه R2 او R1 على R2 مزبوط مش هيك في ماينس انسى الماينس انا بتخلص من الماينس بعدين مش هذا اذا صرت اغير هاي المقاومه بغير انا الويت هذا كانه هذا كانه هذا متغير وراح احط عليه السهم هذا كانه بقدر اغيره فانا بقدر اغير الويت تبعت هذول انا راح ابرمج هذول او انا راح يصير لما بتعلم بغير الويتس هذول في عندي ثريشولد راح ارمز له بالرمز ثيتا وهذه اسمها ستيب اوبريتر. ستيب اوبريتر هي انبوت اوتبوت فانكشن هذا الانبوت بلاش استعمل اكس نستعمل input وهذا الاوتبوت فستيب اوبر ما تلخبطوا فيها بين الستيب ستيب فانكشن ستيب فانكشن شيء ثاني اه ايش كانت ستيب فانكشن وين كنا نستعملها في الكنترول ندخلها على السيستم حتى نفحص هذا السيستم والاداء تبعه هاي اسمها ستيب اوبريشن يعني لاحظوا لما بنحط احنا ستيب بين قوسين شو يعني كاني ايش عم بقول انه بدي اعمل اب تو ابلاي ذا ستيب فانكشن على الاوبراند اللي موجود هون مش هيك زي ما نقول ساين بقدر اقول انا ساين اكس ايش ساين اكس يعني ايش معنى هذا الاوبريتور مش اخذته ساين الانبوت هنا اللي بين قوسين تمام والاوتبوت شو بيطلع معي لما بقول ساين شيء باخذ الساين تبعته بس يعني هذا بيساوي واحد اف اكس مور ذان ايكوال تو زيرو ماينس واحد اف اكس لس ذان ولازم احدد هون ايش بدي اعمل بال لما تكون زيرو بالضبط اوكي ولذلك احنا ما عم نسكر بركي عشان هيك ولذلك انا اذا بدي اشتغل مضبوط ايش لازم اعمل هون يا اما بعمل هيك مش اخذتوها بالرياضيات اخذتوها بالكالكولس هاي discontinuous function مضبوط ايش معناها هاي لما تكون الدائره مسكره هون يعني لما اكس بيساوي 0 او لما الانبوت بيساوي 0 شو بكون الاوتبوت 1 اوكي او بدك العكس فيها احنا رح نمشي على هذا الاصطلاح اذا هون عندي ستيب فانكشن اذا او ستيب اوبريتر ستيب اوف اكس بيساوي 1 اذا كانت اكس اكبر من او تساوي 0 لاحظوا حطيتها انا عشان 0 اذا اكس اقل من او الساين بالكامل تستعمل الساين بتحب تستعمل الساين كانت تستعمل الساين الساين شو راح يكون رسمتها اوكي هاي الانبوت هاي فهاي بلس 1 ماينس 1 هذه هون بلس 1 هذه ماينس 1 هذه الساين اوف اكس هذه ستيب اوف اكس تعطيني هاي الرسمه اللي موجوده اوكي ماشي واضح هاي لينير ولا نون لينير؟ هون لينير وهون لينير بس هي نون لينير
مش هيك؟ وهاي كمان نالي. فهذه هون دائما بيكون في عندي نان لينير اوبريتور بالحاله هاي ستيب. بس شو ضفت انا كمان؟ الثريشولد. هلا بنحكي عن الثريشولد اللي موجود هون. اذا شو راح اعمل الان؟ راح يدخل عندي اكس 1 اكس 1 واكس 2 هذول راح افترضهم انهم ديجيتال باخذوا فاليوز 1 و 0. اكس راح يكون 1 او 0 واكس 2 راح يكون 1 او 0. راح اضرب اكس 1 في دبليو 1 وراح اضرب اكس 2 في دبليو 2. راح اجمعهم الاوتبوت راح يطلع معي هون راح اسميه مثلا كابيتال اكس اذا بتحب. وبعدين راح اعمل اوبريشن على اكس بلس ثريشولد ستيب. ها فستيب راح تكون يعني واي شو بيساوي؟ واي بيساوي ستيب اوف زائد ثريشولد اوف اكس. بس اكس هو عباره عن اكس 1 دبليو 1 زائد اكس 2 دبليو 2. مظبوط هيك؟ مش هيك الفانكشن النهائية صارت؟ عم بضرب انا x1 في w1 زائد x2 في w2 وهي بامكاننا نحطها في ماتريكس نوتيشن. مظبوط كيف بقدر احطها في ماتريكس نوتيشن؟ بقدر اقول x1 x2 w1 w2. مظبوط مش بقدر اعمل هيك. مظبوط هذه صارت كانها رو فيكتور وهذا كولوم فيكتور وهذه هون فهون هذا صار هون الفيكتور اللي موجود. فهي الاوبريشن هذه نان لينير فانكشن. وين النان لينيرتي؟ من وين جت النان لينيرتي؟ من الستيب فانكشن اللي موجوده هون. هذه لينير وهذه لينير عم بجمع انا بس قيمه محدده. ماشي واضح اوكي؟ طيب خلينا نشوف هلا هاي شو راح تعمل لي وكيف ممكن احل فيها مسائل معينه وكيف ممكن اعلمها. هذا نيورال نتورك بسيط، طبعا هو بسيط جدا ما بحل لي اشياء بسيطه بس راح نستعمله حتى نبني فيه اند جيت. متذكرين ايش التروث تيبل تبعت الاند جيت؟ اند جيت عندي نسميها اي بي مثلا او اكس 1 خلينا نسميها اكس 1 اكس 2 واي اكس 1 اكس 2 واي 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 اوكي مظبوط. مش هاي هي الاند فانكشن؟ تذكرينها ولا نسيتوها؟ فهي عندي هون. هلا انا عارف انه هذه بسيطه جدا بس احنا بدنا نفرجي كيف انا ممكن الان. انا ما بعرفش اند جيت، ما بعرف غير عندي نيورال نتورك وبعرف اعلمه وبعرفش انه هاي اسمها اند جيت. اعطيتك انا هاي الفانكشن، هي قلت لك هاي التريننج. بدنا ندرب هذا النيورال نتورك بحيث انه يقدر يحل هاي المساله. بحيث يصير لما بعطيه 0 0 يعطيني 0، لما بعطيه 0 1 يعطيني 0، لما بعطيه 1 0 يعطيني 0، لما بعطيه بس 1 1 يعطيني 1. بنبدا في هاي المساله وندربه بهذا الشكل ونعمل ابلكيشن هون. هلا راح نحله جزء هذا اللي بعده.